तुम पास आए يوم مسكراي. بثينة الرئيسي تكشف عن موهبتها بالهندي. اللهجة الأردن تمري دلهو تمري ياكو تي بالعربي ميتم سي بوت بيار كرتيهو بوت 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 بيار كرتيهو. على طريقة شخصية نجلاء بمسلسل محمد علي رود، حبت بثينة الرئيسي ترحب بإيتي بالعربي باللغة الهندية اللي كانت فاجأت الكل فيها بأولى حلقات المسلسل. شخصية نجلاء شخصية جدا جميلة ناعمة قريبة من القلب، كتبها المؤلف محمد أنور بكل حب. هذا الحين شلون نفهمها وتفهمنا؟ الله يهداك، سويت انت بعد. وردت فعل الجمهور ما قلت ابدا عن ردت فعل حسين المهدي لما سمع بثينة عم تحكي هندي، خاصه وانها متقنة اللغه بشكل كبير. تمري دلهو تمري ياكو تمري سبكتشو. التفاعل صار وايد كبير على هالشخصيه بحكم انها تتكلم اللغه الهنديه تحديدا اللهجه الاردو. الصراحه ما توقعت هذا الفيدباك الكبير والتفاعل الحماسي الناري تفجيري. شنو؟ واللي يمكن ما بيعرفوا الكثار انه هالموهبة كانت مخبية من زمان عند بثينة. كلش ما واجهت صعوبات بحكم ان انا من سلطنة عمان، واحنا كثير عاشرنا الهنود وكثير كانوا قراب منا، وانا ايضا فان كبير لبوليوود والافلام الهندية، وايد اعشق الافلام الهندية واشوفها من وانا صغيرة. واللي حبب بثينة بهاللغة أكثر هي ممثلة هندية معروفة. أحب النجمة البوليوودية كاجل، وايد قريبة من قلبي، وكنت أقلدها وأنا صغيرة. وميني بوت هندي بات كيا هي جمي تشوتيتي إسليه اسمي مجكو تكلفني هو. وهذا سهل المهمة عليها كثير، فما لجأت للاستعانة بمتخصصين. ما لجأنا أبداً لمترجمين أو إكسبرتس حق الكلام الهندي، لأنه كان وايد سهل بالنسبة لي، فكنت أنا أترجم كتابات محمد أنور بطريقتي الخاصة وأحولها للهجة الأردو. وانصدم فيها مخرجنا باللوكيشن، قال لي أوف بثينة شلون، فقال لي خلاص كثري منها نبيها في أغلب مشاهدتك. ومهارة بثينة ما كانت بس بالتمثيل، فكمان بالغناء، وخصت في إيتي بالعربي بهالمقطع. यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या سبني دكاي. والواضح انها متاثره كثير بهالدور، فحتى وهي بالبيت عم بتطل بستايل هندي وبتغني اغانيهم. وبالكواليس شفناها بتعلم حسين المهدي كيف يتكلم هندي بخمس ثواني. نمبر كيا نمبر 9 جيرو جيرو 4 5. فحسين بالمسلسل ما بيكون متقن اللغة مثلها، كونه سافر جديد للهند وفيها التقى بنجلاء، وشكلنا رح نعيش قصة حب بينهم شبيهة بأفلام بوليوود. ساب يدروكو خلاص يدروكو. لا لا نهي وين ننزل هني؟ شفيك انت. ومش بس بثينة اللي بتحكي لغة جديدة بالمسلسل، فكمان سمعنا سعد الفرج امبارح عم بيحكي انجليزي بطلاقة. You know what they call you in my country؟ ولما نقول اعمال خليجية بلغات جديدة، ما فينا ما نذكر هي عبد السلام اللي كانت مفاجأة مسلسل ام هارون لما بدأ العمل بمشهد إلها بتحكي فيه اللغة العبرية. تينو تعلمنا بلفناشي حيانو إبلو لتوغسيكارون. وإتقانها للغة خلى الكثير من الجمهور يشيد بأدائها ويوصفها بأنها الرقم الصعب. أنا وصلني المشهد قبل 24 ساعة من وقت التصوير، ملجأ المنتجة أرسلت لي رسالة صوتية فيها هذا الكلام المكتوب، وأيضا في سكريبت أيضا موجود فيه الكلام مكتوب يعني في اللغة العربية والإنجليزية عشان أعرف شلون أقرأ، وتعلمت منه وحفظته وقلته في المشهد. وإذا راح تشوفوني مشاهد بالمسلسل ولا لا ما راح أقدر أقول، لأن المسلسل للحين على الهواء، ولين يخلص أقدر هذيك ساعة أتكلم وأقول. وقبل بداية رمضان كمان شفنا هالشي، بدأ من خلال مسلسل رحلة إلى الجحيم لليلى عبد الله وعلي كاكولي اللي كان له مشاهد بيحكي فيها باللغة العبرية. أنا خنو اندم إكمو بغامده